أبرزها الموافقة على لائحة النظام الداخلي للنقابة 4 قرارات حصيلة اجتماع مجلس نقابة المحامين وجاءت كالتالي: قرر مجلس النقابة العامة الموافقة على لائحة النظام الداخلي للنقابة إرجاء مناقشة اللائحة المالية لحين مراجعتها المراجعة الكافية، إرجاء مناقشة مدونة السلوك النقابي لحين مراجعتها المراجعة الكافية، تفويض النقيب العام في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بزيادة المعاشات ومدونة السلوك. نقيب المحامين يؤكد بأنه سيقوم بإعداد قافلة تحمل اسم النقابة لمساعدة الشعب الفلسطيني. نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة. نقيب المحامين يؤكد بأن أرض سيناء ستظل مصرية برجال مصر الأقوياء. شاركت نقابة المحامين في اجتماع النقابات المهنية الذي عقد بنقابة الصحفيين لمناقشة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جانب قوات الاحتلال الصهيوني. نقيب المحامين يلتقي وزير الصحة لبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة لتحسين منظومة العلاج بنقابة المحامين. نقيب المحامين يشارك في تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بالعياط ويعد بأن يكون نادي أكتوبر الأفضل في الجمهورية. نقابة المحامين المصرية تنعي شهداء المحاماة في قطاع غزة.